ماما، نستناهم نتعشى سوا. طمني يا أنطوان، شو أخبار البورصة؟ شو الحكي متأكد؟ أسهم الليفي عم تطلع؟ يا عم كتير منيح. يعني بقتش صار السهم؟ حلو كتير. لا لا، بالوقت الحاضر لا تطرح شي للبيع. ايه بكير شوي. طيب ماشي الحال، وشو أخبار باقي الأسهم؟ يعني مثلا سهم علكة فاتنة بقديش صار؟ عظيم جدا. طيب وينها؟ شو الأسهم يلي نازلة؟ أسهم البسكوت؟ لا 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 تشتري شي هلا، بس خليك على اتصال معي الله يرضى عليك يا أنطوان. ايه وخبرني على حركة البورصة أول بأول. ايه وهو كذلك. الله معك. الله يسلمك حبيبي أنطوان. مع السلامة. أنا سمايا، اطلبي لي اجتماع عاجل لمجلس الإدارة الله يرضى عليكي. ايه بسرعة. إذا كنت حابب تحرك تمك وتعلي، أنت أكبر قدر، مالك إلا علكة فاتنة. وإذا بدك عطر تمك وتنظف أسنانك، أنت أكبر قدر، مالك إلا علكة فاتنة. علكة فاتنة شو طيبة؟ علكة فاتنة ما ألذ. أما الآن أعزائي المشاهدين، نبقى مع أسعار الأسهم في البورصة المحلية. سهم شركة ليفتنا 857 ليرة سوري، سهم شركة علكة فاتنة 460 ليرة سوري، سهم الشركة الوطنية للبوالين والزميرات 340 ليرة سوري، سهم سيفة الألمنيوم صابرين 540 ليرة سوري، سهم المؤسسة الوطنية للبسكويت 412 ليرة سوري، سهم شركة المصاص والسكاكر المتحدة 518 ليرة سوري، سهم مبيد الصراصير صاعق ماحق 525 ليرة سوري. ممدوح، انت ليش ما بتشتري شوية أسهم بهالمصاري اللي معك؟ أسهم؟ وأنا شو بفهمني بهالشغلة؟ يعني اللي بيشتغلوا بالبورصة كتير بيفهموا فيها، هيك لقي لك شي شركة قوية واشتري أسهم منها. ماشي ماشي، فكر بالموضوع. وقد بلغ حجم التداول لهذا اليوم 580 مليون و460 ألف ليرة سورية. أما عن حركة المؤشرات، فقد ارتفع اليوم مؤشر عبد الغني جونز وهبط مؤشر العلكة، فيما ثبت مؤشر كلينكو. ولإلقاء مزيد من الأضواء على حركة الأسواق المحلية، معنا على الخط السيد فهد التحميش الخبير والمحلل الاقتصادي. يعطيك العافية أستاذ تحميش. الله يعافيك، أهلا وسهلا. أستاذ، يا ريت تعطينا فكرة عن حركة البورصة لهذا اليوم، وشو بتنصح الأخوة المستثمرين يلي حابين يشغلوا مصرياتهم بالبورصة؟